صوت يا اساتذه. انا عارف الاستاذ ده بيثبت كده والتحيات اثبتت ان هو في دبي. عشان ما نخشش في جدل. هو الجد هو ابو المتوفى ابو احمد اللي هو الوحيد الذي لا حق الاستحقاق والوالده والوالده كمان في الجد قدمته دلوقتي حافظه فيها تقريبا قرار الوصايا تعالى عمر زوجة الجد العالي سهراء حملت أبو هشيمة الموجودة 380 التي لم تلغى
انا عارف ان في ماده 384 وعامله لغط كثير اللي هي ازاي يعني حق الحضور والكلام ده، ده انا اتعرض ليه الشرع وشأنه، لكن المشرع لم يلغي صلاحيه محكمه الجنايات. والله ولو الغى وسعادتك قبضت لنفسي، والله لو الغى وسعادتك قبضت لنفسي، سعادتك شايفني من النوع اللي انا هفتح القضاء كله. انا بس ليا رجاء، ليا رجاء وحيد، انا اللي سعادتك تؤمر بيه انا اخد امرك وهجيبه وهو عايز ينشر من اول يوم. انا بس ليا رجاء وحيد يا فندم، بعد اذنك احنا صارت القضيه بعد رجائي بس رفع امر الدكتور عصام، وانا افندم رفع حالتي انا كده ولا كده اكيد، لكن ارجو ان المحكمه تنظر في هذا في الدوله، وما ترى حضرتك سانفذه احتراما واجلالا لهيئه القضاء التي احترمها حتى ولو نصوص القانون متعارضه، فانت القانون وانت من يفسره وانت من يشرحه وانت من يقوله. شكرا جزيلا. بس اجل يا كابتن، انت اللي هسافر على اساس اكتب لي طلباتك في الورقه وحدد لي بالظبط يعني الميعاد اللي ممكن المكان اللي ممكن يبقى موجود فيه انت. ايوه عشان كان بعد شهر بعد شهرين بس شهر بعد الست في الجلسه. روح تكلم.